بكم إلى موجز لأهم الأنباء. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مجرم الحرب حفتر تعاقد مع مكتب محاماة في أمريكا لتمثيله قانونيا بمحكمة فدرالية بولاية فيرجينيا. وذكرت الصحيفة أن المجرم حفتر قام بذلك بعد الشكوى التي قدمت ضده من قبل أسر ضحايا العدوان في عدد من المدن الليبية، مشيرة إلى أن وثائق الدعوى المرفوعة تفيد أن حفتر وعائلته اشتروا 17 عقارا في فيرجينيا بين عامي 2014 و2017 ودفعوا 8 ملايين دولار بحسب الصحيفة. قالت وزارة الدفاع التركية إن وصف البحرين للأنشطة الإماراتية المزعزعة للاستقرار في المنطقة بالبناءة وإظهار ردة الفعل التركية المحقة على أنها تستهدف الأشقاء العرب هو محاولة مؤسفة وغير مجدية. وأوضحت الوزارة في بيان الاثنين أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية البحرينية بشأن تصريحات وزير الدفاع التركي خالوصي أكار خلال لقاء مع قناة الجزيرة لا تعكس الحقائق، ودعت الوزارة إدارة أبوظبي والحكومات الداعمة لها للعودة إلى رشدها، مؤكدة على الأخوة والصداقة القائمة بين الشعوب العربية وتركيا. وأشارت الدفاع التركية إلى أنها تتعامل مع الملف الليبي وفق مبدأ ليبيا للليبيين. طالب التجمع التباوي الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية بالإسراع في إجراء تحقيقات حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة في مرزوق وكافة البلاد. والتجمع وفي بيان له اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الأولى لمجزرة مرزوق التي نفذتها طائرات أجنبية داعمة لمجرم الحرب حفتر على مرزوق، تعهد بمحاسبة الدول الداعمة لحفتر مشددا على رفضه التام حكم العسكر. أصدر المجلس البلدي مصراتة قرارا بإقفال المنافذ البرية للبلدية مستثنيا منه الحالات المرضية الطارئة. وطالبت البلدية من كافة المواطنين التزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية بكافة التجمعات والمراكز التجارية وإلزام المؤسسات والشركات بالحد الأدنى من الموظفين والعاملين. يشار إلى أن بلدية مصراتة أعلنت حالة الطوارئ وتطبيق الحظر التام إثر تفاقم الوضع الوبائي في البلدية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.